يعني البارح كيف شفتوها الناس كل تنجموا تخليوا تفاعلاتكم على الباج نتاعنا كيف كيف على تخليوا ارائكم في الكلام اللي تقال هنا في البلاتو. ايضا نبداو نشوفوا نظره عامه كيف شافوا ضيوفنا اليوم طارق المسعودي سامي العكريمي ومنجي ابراهيم مقابله المنتخب، ثم ندخلوا بعد شويه في التفاصيل. البدايه مع سي المنجي، سي المنجي كيف شفت المنتخب البارح عموما وبعد نرجعوا نشوفوا التفاصيل اكثر. هو راهو عندنا توا برسك عام كامل ما شفناش ماتش اميكال نتاع الفريق الوطني التونسي، وشوف في 8 سيونس دونترينمون بركا والكونفوكاسيون نتاع الجوارات اللي جاو. بور موا انا فرحان برشا، لان كي تشوف تلعب انت ضد فريق كيما السودان وتفوز 3-0 ضد فريق السودان، خلات اللي انا في سورتو ان بروميير ميتون دو تري تري بيلز اكسيون دو جو. الحاجه اللي عجبتني هو لا جيستيون دو جروب، لان اليوم لو ريلاسيونيل بارابور على لونترونور وستاف تكنيك ككل والجوارات كان ممتاز، وشفنا لي زاكسيون اللي ماركينا بهم. الحاجه اللي خلات اللي الماتش بوتيتر ولا بوكو بلو فاسيل كو بريفو من الاول، سي كو اون ا فيو كو احنا ليكيب ناسيونال لعبت افيك ان جو كور بار انترميتونس جو لون، لكن الحاجه اللي خلات بور كو الريزولتا هذيا سوا ديكونتي هو الهدف في الدقيقه نتاع سيف الدين الخاوي في الدقيقه 16. حتى في الاكسيون كي تشوف حاجه خارق العاده، الحاجه خلات اللي لزت الفريق السوداني باش يراجع الطريقه اللي يلعب بها كي تي ان بلوك با وباش يسكر لي كوتي ويلعب سور لو كونتر. هوريزمون كو يافي معز بن شريفيه كي ايتي فريمون كي سورتي ان غرو ماتش ودون لي مومون ديفيسيل، خلات اللي معز خلى لو ريزولتا كان 1-0، خلات اللي كنت وقت اللي لعبوا دي نوتر مانيير الفريق السوداني خلات ولاو يا بوكو ديسباس. كي نشوفوا الملاعبيه يلعبوا او نيفو ايزون بريفيليجي لو جو كوليكتيف اللي شفنا الهدف الثاني، شفنا تبارك الله. معناها انت كي تشوف علي معلول يسجل لك هدف ثاني بالراس اكسكوزي دو بو كيما نقولوا احنا سير اون اكسيون وين وهبي الخزر سير اون اكسيليراسيون وهز راسه الى تروفي لو تون اي لا مانيير باش عطاها لعلي معلول. ومن بعد pour moi qui est une découverte vraiment تبارك الله وليد ça fait plaisir d'avoir des jeunes joueurs يلعب في الدنمارك هذا انيس بن سليمان كي في كو ماركا البونتو الثالث بور سيرتان. بونتو ساهل ماهوش ساهل بونتو، لان عرف كيفاش يحطها الفوق، لان جوار اللي بحذاه الى تاكلي لو بالون كان حطها اللوطا يشرب كافيه غاسي مونجي شنو مسلم ولو لا انتم شو كان تتفرجوا لمات نيمار مش الشبكة فارغة بركة اللي تي 50 سنتيمتر دو بوت وجابها لبرا. امبابي كيف كيف اوني اون تران دو فوار سا ما رد بالك راه ان بلا دو بي وقت الكره تدور شويه هوب تنجم تطلع الفوق تنجم تمشي على الكوتي معناتها بون سي اون تري بون ريمارك دان افونسونت لا كونسونتراسيون تاع لا سو او لا متر فريمون خلات اللي سو جوار لا ميريت ان بوت معناها في ليكيب ناسيونال اللي فريمون شفت انا ليكسبرسيون سور لو تيران تاع جوارات هذوما ولا لامبرسيون اللي هما وهذه نقطه القوه نتاع سي منظر كبير. انا جو كروا ان لوي ان تانك انترونور با ان تانك انترونور ديكيب ناسيونال، لان راهو être entraîneur d'une équipe et être entraîneur d'une équipe nationale ça diffère énormément. Et on peut on a شفنا المستوى زاد نتاعك الوليد اللي يلعب في حمزه رفيعه فانا احكيو سي مونجي حبيت ناخذ زاد عجبني برشا بور لي دو ديكوفرت اللي شفتهم انا خلات لي الفريق الوطني التونسي. تعالوا ندخلوا بعد شويه التفاصيل سي مونجي، حبيت ناخذ من عندك كلمه اون جينيرال على الماتش عموما. طارق البارح شفنا كيب اوفونسيف، شفنا الادفيرسير ماهوش حاجه كبيره، ما لقيناش حاجه من البوزيسيون ما كانتش كيما نحبوا احنا سورتو الميتون لور يعني في اكات وسانك ريبريز. شفنا معلول في السيرفاس وكشيده في السيرفاس يعني بريس نتاكيو بسبعه بثمانيه ملاعبيه، دونك تكنيكمون ما نجموش نحكموا على الماتش. لكن الحاجه الباهي انه تحسنت وبدينا نبعدوا شويه من الكلام اللي يقول احنا ديما رانا ايكيب ديفونسيف رانا نسكر رانا كذا، عندنا دي جوار ديفونسيف بكذا. سوربريز باهي نتاع لي دو جوار اللي دخلوا
كشريده خير برشا من البريود الاخرانيه، لانه كشريده عمل كور كبيره وبعد طاح برشا. لوغران علي معلول، لوغران وهب الخزري، هذوما زوز ملاعبيه اللي نجموا بهم هما نجموا يولي عنا يعني دي جوار كادر اللي نجموا ندزوا. علي معلول نعرفه جات فيه برشا فلوس والاهلي المصري ما حبش سايبه لانه تلعب على الشامبيونز ليج، ملاعب عنده اكسبيرينس كبيره، كاليتي كبيره برشا. وهب الخزري اللي فرض روحه اون بوانت، جربها الكوتش نبيل معلول وقت ما مشى تاكونيت يا اخي، قعد هو اون بوانت ليبر بتبيعه فيك دي كونسيني، تحب بعد ندخلوا نحكيوا بعدك في التفاصيل. سام والله العظيم يظهر لي انا حرقنا المراحل، مشينا معناتها بصفه مباشره للمباراه والتكتيك وكيفاش ربحنا وكيفاش المنافس نتاعنا. البدايه ساعه هي القائمه نتاع الفريق الوطني اللي هي مهمه برشا بالنسبه لي انا. مش احباط للعزائم، لكن انا ملاحظ نتاع كوره والناس كل ذو يلاحظوا توا، الناس ولاو يتفرجوا في المباريات كله عندنا معناتها توت لي شان محلولين وكل 80% نتاع الجروب نتاعنا كي سون دون دو بتيت زيكيب. اللاعبين هذوما ايل سون اون تري غروس ديفيكولتي، منهم لو برومي جوار اليوم في ليكيب ناسيونال اللي هو معناتها وهبي الخزري اللي سانت اتيان حاولت تتخلص منه وما نجمتش تتخلص منه لانه ما جاتوش عروض في وقت من الاوقات، جاتو معناتها عروض مش لاسباب كرويه سامي، خاطر السلاله نتاعو كبيره حبت نهار حبت هي حبت تتخلص منه لاسباب ما نحبش نذكرها انا هونيا، لكن اللي يعرف الكره يعرفوها، لاسباب معناتها خاصه لسبب معناتها بسانت اتيان مش رياضيه معناتها بحته، فيها اشياء اخرى. لذا وقت تشوف القائمه اللي موجوده، لانه كان ما نرجعوش للمبدا، المبدا سي لو جو اللي هو ايلي كومبيتيتيف ايلي بريون دون سون ايكيب اي ايلي تيتولير. الثلاثة حاجات هذوما ما نلقاهمش في أكثر من 80% من اللاعبين اللي عندنا في الفريق الوطني. وإذا كان ندخلوا نحن بفريق وطني قبل بشهر من معناتها من تصفيات كأس أفريقيا، مارس تصفيات كأس العالم، ندخلوا بالكونفيغوراسيون هذيا باش تصير لنا كما قبل، لأن هذيا مش حاجة جديدة بالنسبة لي أنا. تسمحوا لي باش نقول هذايا، هذه القائمة إذا معناتها ما كانتش نتاع المدرب معناتها مدرب الوطني وستاف تكنيك، على الأقل أنا نقول ثم شكون مشارك معاهم في القائمة هذه، تكون معناتها الأمور هذه واضحة برشا. شكون مشارك معاهم؟ مشارك معاهم وديع الجري، مشاركين معاهم ظاهرة أون ليست فيها برشا 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 ايادي نتاع وكلاء لاعبين ومش جديده في الفريق الوطني هذيا. ونبهنا ونددنا بالشيء هذايا، سامحني هذا فريق وطني ماهوش جمعيه خيريه. سامي تتصور منذ القبيل وعاد السلمي ما عندهمش الشخصيه باش يدخلوا فيهم وكلاء اللاعبين؟ ثم شكون اقوى منهم وتدخل مع اقوى منهم، تدخل مع نبيل معلول رئيس الجامعه، تدخل مع نبيل معلول في معناتها في القائمه وفي التكتيك، ويدخل معناتها في الميتان في الفستير يزيد يكلم اللاعبين، هذايا شيء نعرفوه. وين يظهر لك التدخل مثلا كي تشوفوا الاسامي نتاع اللاعبين انت؟ ثم نعطيك انا 5 6 7 8 لاعبين مساكني، شنو اللي يعمل فاروق بن مصطفى ما عندوش جمعيه، ثم لاعبين معناتها اون ديفيكولتي في الجمعيه نتاعهم. من المفروض انا وهبي الخزري ما يعيطلوش راهو، لانه اذا كان نشوفوا معناتها لي كريتير باش تعيط واحد للفريق الوطني، ثم دي كريتير اللي هما ما همش متوفرين. هذه مش عاطفه، احنا نحكيو على مبادئ كرويه عامه اللي هي موجوده. ينجم راهو في فرق في بلدان كبار تنجم تكون لاعب اثنين يكون مضروب ويكون ما يلعبش تيتولير، لكن معناتها سي ان اليمون دو باز تصير الحكايه هذه. احنا في تونس تصير في 80% من اللاعبين، وقلت لك نرجع للكريتير، شوفوا لو طون دو جو نتاع الملاعبيه هذوما واحد وكل مساكني عنده من شهر مارس ما لعبش يترانا مع اللي على النقطه هذه نتاع الملاعبيه ما يلعبوش. نسمع شنو قال منذ قبيل وبعد نرجع لك الكلمه. تفضل. مع المقابله خاصه في الشوط الاولاني دخلناها كما يلزم، فما رغبه كبيره، فما ابليكاسيون من الملاعبيه الكل في امتلاك الكره، في افتكاك الكره بسرعه. اللي خممنا فيه وخدمنا عليه حطوه الاولاد في الشوط الاولاني، وخاصه ترجموه باهداف، تسجيل 3 اهداف في شوط ماهوش سهل. غروسو مودو سيغتو لو روندمون انديفيديوال وكوليكتيف كان فرحانين به. بون الشوط الثاني كنا بعاد على اللي لازمو يتعمل، كان فما اكتفاء ذهني
وهذا مش باهي. لابليكاسيون تاع الشوط الثاني كانت متوسطه ومام حتى اقل من متوسطه، وانا قلنا كبدايه لازمنا نبداو مليح ونبداو طالعين بطرف الطرف. تمنيت اللي كانوا الشوط الثاني قعدنا في نفس النسق وفي نفس التركيز. صحيح فما برشا ملاعبيه دخلوا جدد، فما ستة تغييرات، هذا ديما ينقص من النسق نتاع المقابله، اما ماهوش سبب باش نعملوا شوط ثاني اللي بالطريقه هيك. ما قصروش نيس بن سليمان وحمزه رفيعه، اول مشاركه لهم كاساسيين. شفتوا بن سليمان دخل دخله باهيه وسجل هدف، عطى امباكت سورتو سور لو بلون فيزيك، ان جو فار لافون. سي ان بروجي نتاع ان جوار ان شاء الله باش يعاون برشا المنتخب، الا 19 سنه صغير. حمزة رفيع الفترة الأخرانية قاعد يعمل في دي بيرفورمانس محترمة في الكلوب نتاعو، قاعد يلعب لونشين لي ماتش في ريتم زاد ماهوش خايب. اليوم عمل شوط أول محترم، شوط ثاني زاد كيف كيف، شفناه في أكثر من بوست يلعب سور لو كوتي، يلعب كاريليور، تأقلم مع الوضعيات هذوما. هذا الدم الجديد اللي موجود في المنتخب. صحيح عندنا ركائز، فما نلوجوا في الاستقرار باش نمشيو ونتحسنوا، او ميم طون زاد كيف نعطيو دم جديد للناس اللي عاملين دي بيرفورمانس في الفتره الاخرانيه. اول هدف وبالراس، يعني علي حتى كي يسجل يسجل اهداف، هو جاي لونسي من تالي دي فراب كل شيء، عمل تايمينغ باي، كان حاضر في 16 متر، والحمد لله حتى كشريده زاد كيف وعلي عطاو كلابور اوفنسيف للجروب الكل. كبداية باهية، أما سانسارمون لازم نكونوا خير من هكاك. صحيح سي الكاليبر تاع نيجيريا الكل نعرفوه، عملنا فيزيوناج عليهم شفناهم، برشا دي جوار كونفيرمي، برشا دي فالور سيغ، حتى ككولكتيف كولكتيف محترم برشا. في البرمجة برمجنا مقابلة في مستوى متوسط شوية ومقابلة في حجم كبير باش نمشيو احنا وفي نسق تصاعدي. الأولاد جروسو مودو كان الأداء نتاعهم محترم في المقابلة الأولانية، إن شاء الله في المقابلة الثانية زاد كيف كيف نكونوا خير من هكا. في النقطة اللي حكيت عليها سامي المنذر الكبير قال لوجه في الاستقرار نتاع ملاعبيه، نحب يكون عندنا عمود ثقة اللي نعطيه فرصة لملاعبيه جدد اللي يلعبوا. نعطيك اكزومبل، أنا مثلا منتخب فرنسا بطل العالم، ملاعب كيما جويري وما لعبش كان في ليكيب نتاعو، لكن أساسي منتخب فرنسا خاطر ديشون يأمن اللي فما ملاعبيه. خلينا نكمل السؤال ونعطيك سامي، يأمن الملاعبيه هذوما ينجموا يكونوا العمود نتاع المنتخب. كيف كيف نعطيك ملاعبيه آخر، مثلا بوجبا ما كانش يلعب في مانشستر كان يلعب في فرنسا، فاران في وقت من الأوقات كان احتياطي في ريال، بيبي وراموس كان يلعب في فرنسا. انت تحكي على، قلت لك انا من الاول بكل، قلت لك 1 2 3 جوار مي او غران ماكسيموم، او غران ماكسيموم، واللي هذوما لي جوار هذوما قبل ما يوصلوا، معناتها ما يكونوا معناتها في صعوبه مع الفريق نتاعهم، سيتي دي جوار كونفيرمي، معناتها كونفيرمي اي دو غراند فيديت ريكوني، مش في فرنسا برك، ريكوني في العالم. مساكني من خازي مش كونفيرمي، معناها مساكني من مارس ما لعبش، مساكني ترينا في الاو 23، مساكني الفريق نتاعو يحب يتخلص منه، عنده توا 3 سنين، ما هو نقولوا الحقائق هذوما، مساكني وقتها كان مساكني كومبيتيتيف وان فورم ويفرج ويشيخنا كل الناس كل ونمس، ومساكني مساكني 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 اليوم الي ان غروس ديفيكولتي مش من اليوم. النقطة الثانية اللي حبيت نقولها اللي هي مهمة برشا بالنسبة لي أنا، إجا 80% من القائمة جايين من برا، وإجا 90% لعبوا اللي لعبوا البارح في الفريق الأساسي معناتها البرا، هو إقرار ضمني بأن ما عندناش بطولة، البطولة نتاعنا ضعيفة برشا. توا نجيو للمباراة معناتها نجيو النقطة الثالثة نتاع المباراة. كنا حسمنا الأمر هنيا أنه السودان كان تحت المتوسط بكثير. ثم نقاط مضيئة وثم زاد نقاط اللي أقل ضوء. النقطة المضيئة أن شفنا لعب، شفنا بوكو دو كونستركسيون دو جو، بوكو دو فارياسيون في الأتاك وكل، لكن أون ريفونش شفنا اللي او نيفو نتاع معناتها او نيفو نتاع الكوفرتور، كل مره لي معناتها السودانيين ايلزون اكسيليري، وصلوا براتيكمون للديفونس نتاعنا، الديفونس سنترال نتاعنا البارح معناتها اون تري غروس ديفيكولتي ا ابليكي لا ليني، تري غروس ديفيكولتي. دونك يقلطوا لنا فيسع. اللي شفنا معناتها ايجابي، شفنا ايجابي انه ثم 3 ملاعبيه اللي هما كشريده ومعلول ومعلول وخزري، ا او سول ايلزون في معناتها توت ان جو داتاك، ديسبونيبيليتي في بلاصه اللي هو مش متعود بها برشا، بون لعب سنتيتين لعب في الفريق الوطني، لكن سي با لو بوست ناتوريل نتاعو خزري، بطلوع نتاع لي دو معناتها نتاع كشريده نتاع معلول، ايزون بوزي بوكو ديفيكولتي، لكن
معلول وكشريده البارح ils étaient très très bons en phase offensive ils étaient très absents en phase défensive وقلنا chaque accélération وكل contre-attaque نتاع الفريق السوداني الديفونس سنترال نتاعنا وحارس المرمى نتاعنا يلقى روحه معناتها في صعوبه النقطه نتاع الملاعبيه اللي كادر هل يكونوا موجودين ولا ما يكونوش موجودين ديما اثرت برشا جلال في البريود الاخرى سيمون جي توافق سامي تونجيك بعض طارق توافق سامي في النقطه اللي لازم اللاعبيه ما يلعبوش ما يجيوش والا لازم كما قلت ناخذوا معاهم وحتى يرجعوا نيفو نتاعهم وفما ستاتيو نتاع منتخب لازم ديما تكون موجود. شو انا اليوم والله انا ماذا بيا سامي يشونج سا مانيير دو بونسي بور سارتان كا ما نكذبش عليك لان اليوم اذا كان باش نحكيو اوليفي جيرو عمل الكوب دي موند ما ماركا حتى بونت سي لو سول اتاكون اون ايكيب دو فرانس وهز ايكيب دو فرانس لا كوب دي موند يوريك اللي لا فالور دو سو جوار لا الي تري تري امبورتون دون لو جروب عمل تير كادري واحد اي بور فو دير اليوم il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France لكن لكن اليوم اذا كان باش نبداو سور لي ديتاي هذوما اون دو با فير اون كومباريزون مع بلاد عندها 10 مليون دابيتون مع بلاد عندها 64 مليون دابيتون كي لا فرانس وعندهم جوارات اللي كي اون نيجليج با اليوم انا جو سوي تري تري كونتون خاطر الوليد هذا الكوتش جو لادور جو سي لا بروميير فوا اللي نقوله له علاش خاطر فريمون تبارك الله عليه ديكلاراسيون دامور لا لا سي خاطر طارق انا خويا طارق جي فيو اي لا باز دو 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 ترافاي قبل ايتي نول في الكلوب افريكان في برشا ايكيبات لا بروف اون اون بو با سورتير دو جوار اليوم انا نفرح ابري دو زون ولا قداش تلقى الكلوب افريكان باش تعمل اونتر 15 و 20 كونترا باش نجاوبك انا شو با داكور بالكل ما لا غريزمان دون سي كونديسيون لا كي با سا كوتي دون معناها في في في, في برشلونه اون دو با فير ابيل ا لوي جو كرو كو اليوم اليوم انا شو نقول انا قلتها قبيله وسامي نجم يقرا لا بريس غدوه الكلام اللي قالوا تو يسمع غدوه يقرا يقرا في لابريس انا نقول مع خويا وليد النالوتي انا نقول تو سامبلومون سي كو لا جيستيون دو جروب اليوم بارابور ان انترونور لونترونور اي لي كوا اي في افيك لو جوار ثم حاجات احنا اون دون ان جوجمون مي اون في با افيك لونترونور انا نقول تو سامبلومون اللي جوارات هذوما الموجودين في ليكيب ناسيونال اليوم اون بو با سو باسي دو وهبي الخزري ميم سي نقول لك او ديبي جيتي كونتر سا فوني علاش بور سي زيكار انديسيبلينير اللي صار اخر مره جيتي كونتر اما البارح ما امبرسيوني وانا نقول تو سامبلومون اللي اليوم اذا كان غريزمان يجي يلعب في ليكيب دو فرانس وبوجبا شبه ملاعبي في ومازال كي خذا سبعه ولا درا قداش خسروا 6-2 ضد ضد توتنهام هوتسبيرز خليت اللي اليوم اون بو با سو باسي دي جوار لان عندك ان كونتانجون تحب ولا تكره اللي يلعبوا لبرا ولا يلعبوا في تونس سي تري تري ليميتي ثم دي جوار انا جو سوي داكور بار كونتر معاه بوتيتر بور كو يا ان جوار ولا دو جوار كي نون با لور بلاس اون ايكيب ناسيونال اليوم انا ا مون افي اليوم اذا كان عندنا ايكيب ناسيونال لعبت ماتش لو بريمي ماتش ابري ان اون وتشوف ربحنا 3-0 انا خويا طارق قبيله وقت اللي قال لي لاتيرو يطلعوا كل شيء يطلعوا لي لاتيرو لان اسرت مومون وقت اللي بدا انا زيرو انا انا في بوكو بلوس ديسباس حاجه اخرى اللي لاك سنترال هذاك علاش قلت له خويا سامي يقرا لا بريس غدوه جي بارلي دو سا باسكو اون بو با جوجي ليكيب ناسيونال او نيفو دو لاك سنترال نتاعنا فريمون اي نو سون با ا مون افي بور لو مومون برون مرياح مرياح اون سي تري بيان بوركوا علاش بدلوه من ايكيب باسكو في ترو دو ديرور انديفيديوال البارح حسبت له 10 باس على الادفيرسير بور ان ستوبر سي énorme, c'est beaucoup. Allez, le deuxième temps, ou l'être de cette manière-là, moins que la première. Liana, t'as beau la takra, les changements qui ont été effectués, 6. تحب ولا تكره ليكيب ناسيونال بونس او ماتش دو ماردي ضد نيجيريا دون ان سور ان تيران اكسبسيونيل البارح تخاف من لي ريسك دو بليسور تخاف من برشا حاجات خليت لي اليوم لا جيستيون دو جروب دو ليكيب ناسيونال فريمون سا ما في بليزير لان كي تدخل من بعد يوسف المساكني على 56 مينوت ولا 58 مينوت خليت اللي يعرف لي المساكني مانك دو كومبيتيسيون مي دي جوار كوم مساكني كوم خزري اوجوردي سي كيلكان Je suis sûr que pour le groupe, c'est quelqu'un de très intéressant dans le groupe. Malgré son caractère un peu difficile, il y en a, il réagit, il fait des réactions un peu bizarres, mais c'est des joueurs comme ça, on aime ou on n'aime pas. Mais le groupe,
comment ça fonctionne, احنا on va le juger pour le prochain match. Mais je suis sûr que la motivation sera énorme, mais arrêtons de se passer des joueurs de tel ou tel joueur. Et je suis un اليوم كان را اللي اليوم كوتش كما خويا طارق ولا كيما سي منظر كبير ولا عادل السليمي كي اي دي انترفونسيون اكسترن. Moi, je suis le premier à démissionner de mon poste parce que je ne le ferai jamais, jamais. Le président de la fédération, il a son rôle à jouer. La direction technique a son rôle à jouer. Qu'on ait confiance aux entraîneurs internes. يزينا شفنا لسعد جردة تبارك الله وجلو فيليسيت بور تو سكي في يزينا اليوم نستعملوا ونستغلوا في المدربين نتاعنا كرجل مطافي اون ا بيزوان دو كونتي كونت سا مارش سي ليكيب كونت سا مارش با سي لونترينور سا سوفي اليوم لي جوار كي اون ايتي سيليكسيون اون ايكيب دو تونيزي اليوم البارح بور اون بريمير ميتون سيتي تري بيان مي لا دوزيام ميتون ايتي بوكو بلو ديفيسيل باسكو يافي دي كالكول وتحب ولا تكره ا سارتان مومون لي جوار بونس بلوس او ماتش ضد نيجيريا كان لا دوزيام ميتون ضد السنغال. طارق شنو حبيت تقول؟ باردون ضد السودان. لا الحديث الحلو مي برشا في الميكرو طارق. طيح لنا المورال سي سامي الحكريمي مش هذا مش 80% ديزانترفونسيون كل قائمه تنجم تحكي فيها في اي حتى في ليكيب ناسيونال تاع البرازيل تنجم تحكي فيها مي فما برشا حاجات باهيه في ليكيب ناسيونال. معناها فما ناس لازم تفهم اللي واحد بالخزري جوار كادر احسن جوار بالنسبه لي انا احسن جوار تونسي في المنتخب الوطني. دونو بيان انا قلت خزري لا. حتى اون ديفيكولتي في سانت اتيان مي يل سامبوز وقت تكلمت على الخزري تكلمت بعد على ملعبيه لا فوالا واهب الخزري دونك مش واهب الخزري عنده مشكله سواء كوره ولا اكسترا كوره مع الكلوب نتاعو معناها لازم نقفوا معاه جوار كادر مير جوار طبيعته من ليبيتور ايضا في تاريخ تونس في تاريخ تونس وطبيعته شويه الناس اللي تفهم الكوره وتتبع الكوره ديما تلقى دي زاتاكون ولا ملاعبيه كبار تلقى عنده شويه لازمك انت تكادري لازمك تستحفظ عليه ماكش بوليس انت ولا ماكش في محكمه مش تقاضيه وتقتيه وتخسر تونس. بالنسبه لي انا عندي عامين ثلاث سنين نقول فيها يعني وائل الخزري احسن جوار في المنتخب احسن جوار تونسي في كل شيء يعني حاجه دو تريو نيفو تبدل من 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 الملاك اللي جبدها توا نتاع كاسبر جاك نتاع الانديسيبلين ولا كابيتان دونك سي نورمال مساكني شوي داكور معناها عنده برشا يوسف ديو ديبا وحده من الملاعبين الاخرين الكل يعني كي نحكيو على المنتخب ما نحبش انا معناها اللي تصير له انترفونسيون ولا تصير له حاجه في خدمته وبعد احنا باش نشوفوها باش نقيموها انا كي يجي اليوم عندي الاكثريه حاجه الاكثريه بوزيتيف الاكثريه فرحان كرازو جوارات جدد اليوم واحد من اليوفي من الدنمارك فرحان شفت كي شريده معناها في الفورمه هذيك لانه كي شريده هو اللي دروا بريسك انت كونترينور تقرا الستاتيستيك بيان سور باهي مالا اتيت روبوزي اقرا لي ستاتيستيك دي جوار قداش لعبوا قداش شويه اقرا لي ستاتيستيك بيان سور لا نحكيو لا هذايا لا نقراو زاد لي ستاتيستيك لا نقرا اكسكيوز مو طارق الله يخليك معناها ستاتيستيك مون بارلون بور ان بيتور اوليفي جيرو دو با اكزيستي اون ايكيب دو فرانس لا ماركي ديجا مي لا ستاتيستيك شو ستاتيستيك سامي بالنسبه لي انا ستاتيستيك مهمه برشا وفي ليكيب ناسيونال فماش دي كادو فما دي زونترونور تلقاه يحب جوار موجوده في العالم الكل. متفاهمين؟ ان دو تروا جوار. ان دو النومبر تحكي عليها. شوف لي ستاتيستيك دو تو لي جوار تاع ليكيب ناسيونال تشوف لي ستاتيستيك نتاعها. تشوف عليه معلومه. ثم شكون ما يلعبش في الفريق نتاعو، ثم شكون ما عندوش كلوب بالكل، ثم شكون ما عندوش كلوب. لازمنا نشوفوا لي ستاتيستيك. راهو البريمير غارديان في ليكيب ناسيونال. الفو اغيتي. يلزمنا اون فوا بور توت الفو اغيتي قلت لك سور ان جوار دو جوار تروا جوار. متفاهم معك سامحني قصيت عليك متنان وقت نشوفوا معناتها السنوات الاخيره هذه كل ثم لاعبين نجيبوهم نحن من برا التوانسة il peut avoir des qualités il peut avoir du potentiel تبقى نشوفوا لي ستاتيك تاعهم اي ما يلعبش في الفريق نتاعو ولا يلعب 6-7 ماتشات سامي خليك عم تفكر قبل 30 ثانيه على الاخبار بالطبيعه والملاعبين اللي جاوا هذوما ما عندهمش طون جو حسين الراقد وهو ماهوش يلعب في جمعيته وبعد عمل 7-8 سنين في ليكيب ناسيونال دو تري ونيفو لعب في الاسبيرونس وشفنا النيفو نتاعو يعني ماهوش ريفيرونس هذا انه ما يلعبش لبرا ما يعرفش يلعب ولا كاليتي تكنيك يعني كومبيان في ليكيب تاع كاسبر جاك في ليكيب تاع لومير قداش دون لو كا دو ريغد لا ريغد اش دخلوا في لومير
لا نحكي لا لا نحكي على الراقد قبل اللي كان في ليكيب ناسيونال. اي الراقد قداش كانوا ثم من كا كيما الراقد مع ليكيب تاع ممير. بن عاشور ما كانش يلعب. نحكي لك انا على جوار ولا تيتيلير يعني كي نجيبوهم انا كنشوف الخاوي وكنشوف عنده مشاكل في مارسي. اما كي شفت ليكيب البارح ما عنده بطبيعة ديما ماذا بينا مخير ديما ماذا بينا ما احسن ماذا بينا نشوف الياس جلاسي وسيف الجزيري هنا في الماتش الجاي باش نعطيهم لانه عملوا سيزون كبيره برشا. مي غروسو مودو ليكيب ناسيونال واي واحد رانا في نهار مش تبدا الكوب دافريك وباش نبدا باش تبدا المحاسبه ونشوفوا سير البلان تكتيك تكنيك. تنرجع عندنا وقت الاخبار خاطر تنرجع نعطيك الكلمه بعد عندنا اكثر تفاصيل باش نحكيو عليهم في المقابله نتاع البارح. فدوى تركي في الاخبار.